بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة بإذن الله هنتكلم على حاجة أو سؤال اتسأل لي كتير جدا في القناة في كومنتات: رب الحمام سايب ولا محبوس؟ طب أربيه في السلكات؟ طب مقاسات السلكات إيه؟ كل ده نعرفه. طب السلكات الخشب أحلى ولا السلكات السلك؟ في ناس طبعا كانت سألت قالت الحمام اللاحم لو أنا ربيته على السايب أحسن، لو أنا ربيته في السلكات ده من ناحية الإنتاجية أحسن، أو ولا في السلكات من ناحية الإنتاجية أحسن. أنا هكلمك في كل حاجة بإذن الله في الفيديو ده. ممكن الفيديو معلش يطول شوية، بس طبعا هنستحمل مع بعض عشان نستفيد. تمام. أول حاجة يا جماعة هنتكلم على الحمام السايب والفرق بينه وبين الحمام المحبوس. طبعا الحمام السايب كمناعة أقوى بصراحة، يعني كمناعة بتاعة فرد حمام أقوى، وخاصة الحمام اللي هو السايب في الجو، يعني مثلا اللي انت فاتح له بيطلع ويطير بالكلام ده، بيجيب طبعا التحديد بتاعه مناعته بتبقى قوية، لأنه هو فعلا هو طائر وهو مخلوق لكده، ما بيجيلوش أمراض كتير. طب الحمام السايب اللي هو برضه في الأوضة، تمام، انت طبعا هتحط له التحديد والكلام ده، بس مربيه على السايب برضه بيبقى من ناحيه، يعني من ناحيه المناعه برضه بيبقى اقوى شويه من الحمام اللي هو الحبيس. طيب من ناحيه الانتاجيه، الحمام اللي في السلكات طبعا افضل شويه من الناحيه الانتاجيه، وده اللي هنتكلم عليه طبعا في الفيديو مع بعض ان شاء الله. دلوقتي في حاجه تانية يا جماعه بالنسبه للحمام السايب، لو في فرد تعب او اي حاجه من الحاجات دي طبعا بيبقى صعب جدا ان انا امسكه، حتى لو مسكته طبعا بقى ايه بحاول ان انا اعزله لوحده. فطبعا في بعض الناس طبعا بتكسل طبعا على الموضوع ده، فبتدي جرعه علاجيه مره واحده نظرا ان هي ايه ما تقعدش تدور على فرد الحمام وتمسكه. تمام. بالنسبه طبعا للنقطه دي في السلكات، انت بتتحكم في الفرد وانت اللي بتقدر تديله العلاج بتاعه والكلام ده، بتقدر تمسك الفرد وتديله كل حاجه والتحصينات بتاعته. الحمام السايب طبعا بيبقى مثلا في ذكر بيجي يكسر على النتايه او حاجه زي كده، تبص تلاقي في ذكر تاني بيبدا يغلس عليه، زائد ان في كوره ممكن تخش تقوب النوتي من على البيض بتاعها تعمل تشاجر الكلام ده، في كوره ممكن تخش برده، او في حمام ممكن يخش على الزغاليل بتاعت العين التانية يبدأ يتشاجر معاها يموتها الكلام ده. طبعا كل ده احنا طبعا بنشوفه، او معظم العصر طبعا الموضوع ده طبعا بيقدر يشوفه، بيبقى دي من ناحية الانتاجية بتبقى ايه طبعا يعني بتبقى ضعيفة نسبيا، غير مثلا الحمام السلكات كل قص محطوط في عين لوحده، وهنشوف دلوقتي بإذن الله المقاسات الصحيحة والكلام ده للحمام انك انت تقدر تربي في السلكات. كل قص محطوط لوحده بيتذكر بيكسر على النتايه براحته، مفيش اي مشكله، بياكل زغليله والكلام ده، بتحط له طاجن تاني بيبدا يبيض او يحصي القص زي هو بيبقى بالناحيه الانتاجيه افضل شويه. زائد انك انت مثلا لو في فرد تعب منك او اي حاجه، بتبدا انك انت بعد كده بتبدا تمسك الفرد بايدك بتديله العلاج بتاعه، بتبقى عارف الفرد اللي تعب. زائد انك انت كمان بتقدر تعرف ان العيون بتاعتك او المكان بتاعك ده فيه قص ايه اللي باض النهارده او الكلام ده، بتقدر تتحكم فيه كويس، بتقدر تحسب له كويس. كل ده من ناحية الانتاجيه، اذا انا بتكلم من ناحيه السلكات لسه ما جتش بقى في النقطه اللي هي بتاعت السلكات الخشب او السلكات السلك انه ايهما افضل. تمام. انا بتكلم على السايب والمحبوس دلوقتي، دي الفروق اللي هي بتاعت السايب والمحبوس. تمام. دي كانت نقطتين مهمين جدا اللي هي من ناحيه الانتاجيه ومن ناحيه المرض، دول اهم نقطتين في طبعا في الحمام السايب او الحمام المحبوس. طيب انا عايز دلوقتي اربي حمام، تمام، عايز اربي حمام في سلكات، بس محتار ايهما افضل، السلاكه الخشب ولا السلاكه السلك؟ برضو دي موضوع شاغل ناس. انا بتكلم ده كله يا جماعه حسب امكانياتك. الفرق بين السلاكه السلك والسلاكه الخشب مفيش فيهم فرق غير في حاجه واحده بس يمكن مثلا او حاجتين. طبعا اول حاجه السلاكه الخشب هي كمن ناحيه الدفى للحمام بتاعنا جميله جدا ممتازه، تمام، صيف او شتاء يعني هي حلوه بصراحه. العيب اللي فيها طبعا ان هي مثلا ممكن الخشب عدم النظافه او الاهمال في النظافه شويه ممكن يلم سوس او حاجه زي كده او حشرات، طبعا ده العيب بس اللي في الخشب. النظافه بقى بتبقى عايزه النظافه باستمرار متعبه جدا. طبعا انا لسه لغايه دلوقتي على فكره مربي فيها، مش معنى كده ان انا جبت سلكات سلك ورايا، لا انا لسه لغايه دلوقتي فوق، يمكن اللي عارف طبعا السلكه اللي انا كنت عاملها السلكه اللي هي الخضرا دي موجوده لسه ولسه مربي فيها. طبعا بس الواحد بيتعب فيها بس في النظافه، يعني هي محتاجه مجهود شويه في النظافه عكس السلكه
اللي هي السلك. السلك طبعا انت بتسحب الدرج وهنشوفها دلوقتي مع بعض. بتسحب الدرج بسكينه، سكينه معجون، بتبدأ تنظف الادراج. السلك طبعا بيبقى في الشتاء بيبقى فيه نسبه رطوبه شويه على الحمام بتاعنا، فلذلك ان احنا مثلا ايه بتحاول انك انت تحط زي وقفات في قلب السلاكه بحيث ان الحمام بتاعك يقف عليها، اللي هي الوقفات الفخار اللي هي معروفه، او طاجن زياده كمان الفرد بيبدا يقف عليها طبعا عشان الرطوبه اللي هي بتاعت السلكات السلك وتحافظ على الحمام بتاعك. ده تقريبا يعني هو ده تقريبا الفرق بين السلاكه السلك والسلاكه الخشب. طبعا في الصيف السلاكه السلك طبعا افضل شويه من حيث التهويه زي ما احنا عارفين، افضل من السلاكه الخشب. دلوقتي باذن الله انا هتكلم طبعا زي ما انا قلت على الباب بتاع اللي هو اللاحم، اللي الناس كلها بتقول لك انا عايز مثلا اعمل مزرعه او عايز ان انا اعمل انتاج من الحمام اللاحم. في طبعا ناس بتربي في اواديس والكلام ده اللي هي الفخار، وفي ناس بتربي على السايب والكلام ده. انا بفضل من الناحيه الانتاجيه من ناحيه الحمام اللاحم انك تربيه في سلاكه سلك. طيب في ناس بقى تختار في المقاسات اللي هي بتاعت السلاكه كام في كام والارتفاع والكلام ده كله، ده هنتكلم عليه وهنشوفه دلوقتي عملي باذن الله مع بعض. يبقى كده يا جماعه هنشوف مثلا السلاكه، عشان برضو الناس اللي هي اول حاجه هنتكلم فيها اللي هي المقاسات اللي هي اللي انا اقدر اربي فيها حمام، وخاصه طبعا الحمام اللاحم. اهو زي ما انتم شايفين كده الاسوس واقفه مستريحه اهي الحمد لله، مفيش فيها مشكله. طبعا انا عامل رفين اهو كده اهو كده يا جماعه. طبعا انا عامل الرف ده عشان طبعا ان انا ما اضيقش المساحه، في نفس الوقت ما احطش طاجن الناحيه الثانيه، يبقى انا كده استخدمت مساحه كبيره داخل العين. العين دي طبعا المقاس بتاعها 60 في 60، العين اهي كده يا جماعه، يمكن انتم شايفينها برضو مش وحشه ولا حاجه، لا 60 في 60. انت بقى عايز تعمل 60 في 70، اهم حاجه العمق ما يبقاش كبيره زياده عن اللازم، عشان ما تنزل في العين اللي تحت تيجي تحط ايدك تجيب فرد الحمام هيبقى بعيد عليك قوي. ما تعملش العمق يزيد عن 60 في 60. ارتفاع عندي ده حوالي 45، تمام مفيش مشكله لو عملت 50، تمام هو برضو ده مناسب، تمام مفيش فيه اي مشكله يا جماعه، ده مناسب جدا برضو للحمام اللاحم اهو زي ما انتم شايفين. وادي الطاجن اللي فوق وادي الطاجن اللي تحت. لو القص بط فوق، لو القص خلص الزغليل من فوق بشيل انا الزغليل انزلها تحت عشان مفيش اي زغلول يقع من فوق ولا حاجه، ويبدا القص يحص فوق تاني. دي فكره الرف اللي انا عملتها دي طبعا من ناحيه كمان الناحيه الانتاجيه كمان. لو الزغاليل تحت بتبص تلاقي النتايه تبدا تطلع تحصي فوق زي ما اتكلمنا قبل كده باذن الله في الفيديوهات. ده كده المقاس اللي هو المظبوط انك انت تقدر تربي فيه لاحم. كحجم برضو لو عندك اسوس حجمها كبير برضو مفيش فيها مشكله، المقاس ده حلو جدا 60 في 60، ارتفاع 45 زي ما احنا قلنا، ده هيبقى كويس جدا. بقى مثلا حته النظافه اللي اتكلمنا عليها في السلاكه السلك، بتشد الدرج كده وبتنظف طبعا كل الزرق اللي هو موجود قدامكم ده، بتنضفه طبعا بالسكينه وبتحط الدرج تاني، زائد انك انت ممكن من خلال الزرق تبدا تتابع الاسوس لو في اسوس تعبانه او اي حاجه. الحاجه الثالثه برضو انك انت ممكن تبدا مثلا لو حسيت مثلا ان هنا في كام قص ولا حاجه تعبان وعايز تدي جماعي برضو هتدي عن طريق الجردل اللي هو فوق ده. ده كده من الناحيه العلاجيه، زائد ان احنا بتوفر برضو التحديق للاسوس اللي هي طبعا احنا كنا اتكلمنا عشان احنا طبعا هنحبس الحمام بتاعنا، فبتوفر التحديق. يبقى ان احنا مثلا احنا كده وفرنا للحمام بتاعنا كل حاجه وحطيناه في داخل سلكات، عشان ما حدش برضو يقول ايه الحمام السايب كانتاج اعلى، لا كده كانتاج احسن بكتير بالنسبه للاسوس اللي هي المحبوسه. بتقدر تتحكم طبعا زي ما احنا قلنا في الحمام، وبتقدر تتحكم في اي قص لو في فرد تعبان او حاجه. عكس طبعا يا جماعه الحمام السايب انك انت ما بتقدرش تتحكم في الحمام، زائد انك انت من الناحيه الانتاجيه اللي احنا اتكلمنا عليها، انا ممكن احضن، ممكن اشيل الحصى ده احطه هنا، طبعا اخلي الاسوس مثلا ببقى عارف طبعا التوريخ بتاعتها، ببقى عارف المواعيد بتاعتها مرقم زي ما احنا اتكلمنا قبل كده. كترتيب وكتنظيم هيديك انتاج اعلى. طبعا السلكات افضل بالنسبه لي انا، وانتاجها احسن، يعني انك انت تقدر مثلا لو عندك حتى 20 قص
انا ممكن انتج منهم اكبر عدد، بحيث ان انا قلنا زي ما احنا قلنا قبل كده بتقدر تحضن زي ما انت عايز، بتقدر تبقى عارف القص ضبط امتى ما بطش امتى الكلام ده، بتكتب مفيش دكر بيضايق دكر، مفيش دكر بيضرب نتابي او ما من الحصى بتاعها، كل ده حاجات طبعا بتساعدنا في الانتاج. طبعا لو في من ناحية المرضية طبعا زي ما احنا قلنا بنتحكم في الفرد، بنقدر نديله العلاجات، بنقدر نديله التحصينات بتاعته، بتقدر تعمل كل حاجة اللي هي متوفرة للفرد السايق. دي الحاجات اللي هي طبعا بتبقى شغلة ناس كتير جدا، وده المقاس اللي هو بتاع السلاكه انك انت تقدر تربي فيه حمام لاحم، وعشان ما حدش برضو يقعد يقول لك لا ده اللاحم بياخد مقاس كبير، او انا مجرب ده وده اللي انا شغال عليه 60 في 60 ارتفاع 45. من ناحيه التربيه ومن ناحيه الانتاجيه ومن ناحيه كل حاجه انا بفضل ان هي تبقى في سلاكات. دي كانت نهايه حلقتي معاكم، يا رب كده اكون قدرت اقدم ماده مفيده لحضراتكم. ما تنسناش في نهايه الفيديو باللايك والشير، وما تنساش تشترك في القناه، ولو مش مفعل زر الجرس يا ريت تفعله ليصلك كل ما هو جديد من قناتي. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.